كمان الكاف يدرس استئناف دوري الابطال في اكتوبر المقبل. وفي الحقيقه طارق البشماوي عضو المكتب التنفيذي للكاف يعني ليه بعض التصريحات انا مستغربها شويه. يعني الراجل قال لك ايه؟ ليه تصريحات في صحيفه لو بريزيان الفرنسيه، وقال ان احنا محتاجين 6 شهور لعوده البطولات القاريه للساحه. انا شايف ان ده تصريح غير موفق لو هو تصريح حقيقي. يعني 6 شهور ليه؟ يعني في الوقت اللي انت، هو كمان ربط التصريح ده بايه؟ قال لك اصل الفيفا وانفنتينو هم قالوا كده. في المقابل انفنتينو عارف ان مثلا تم تحديد مثلا ايه، يعني خليني على ما اتذكر، يعني تم تحديد يوم 26 و29 كمواعيد لنهائي اليوروبا ليج والتشامبيونز ليج في اوروبا، 26 و29 ايه اغسطس. يا رب بس اكون بقول المعلومه صح، يا ريت يا جماعه تفكروا، اعتقد يعني كده. فده دي مواعيد اتحددت من قبل الاتحاد الاوروبي لكره القدم. قال لك يا جماعه، قال للانديه المشاركه في الادوار النهائيه في البطوله، يعني احنا دلوقتي حددنا ميعادين، سواء لليوروبا ليج ده هيكون يوم 26 اغسطس، وللتشامبيونز ليج هيكون يوم 29 اغسطس كمباريات نهائيه، النهائي يعني بتاع كل بطوله، مع وضع بعض المقترحات لكيفيه استكمال البطوله حتى لو هتقام بشكل دوره مجمعه او كلام من ده، بس الدنيا تخلص والموسم ينتهي بالتحديد في البطولات الاوروبيه بخلاف المسابقات المحليه لكل دوله اوروبيه يعني. فده ضد ده، يعني الكلام هنا معاكس للواقع اللي بيحصل في اوروبا. يعني مش عارف الراجل في الحقيقه طارق بشمالي ده تسرع في تصريحاته، وهي تصريحات غير منطقيه شويه ولا ايه يعني، الله اعلم. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال هو الراجل قال ان احنا محتاجين 6 شهور عشان تعود البطولات القاريه للساحه. لو 6 شهور يبقى كده اعتقد هيبقى في صعوبه لاستكمال البطولات القاريه اصلا. يعني انت دلوقتي عندك مثلا الاهلي والزمالك في نص نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وعندك بيراميدز في نص نهائي الكونفدراليه، فكده ممكن بنسبه ما يتم الغاء البطوله، ما اعرفش. لكن في كل الاحوال دي تصريحات طارق بشماوي عضو المكتب التنفيذي للكاف، وانا اشك في هذه التصريحات، او اشك يعني حتى لو هي تصريحات صحيحه هو مش موفق يعني فيها.